أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وغير له مما كتب لديهم وغير له مما يكسبون وقالوا لن تمس النار إلا أياما مدودة قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا وتقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئكم وأحاط به خطيئاته فأولى أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أغنى ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبوالدين إحسانا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولجتم إلى قليل منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقمتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضاعفون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤهم يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أما كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بينا ينذر الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من
مصدقا لما معهم قربان مقتولون انبياء الله بقبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم عيشا من بعده وانتم ظالمون وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأبصروا بقلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إنكم مؤمنين قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دوننا لفتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ليعمر ألف سنة وما هو بمحسنه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنه أرسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يده وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما قتل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما جروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوا فرس عند الله خير لو كانوا يعلمون يا والكافرين عذاب أليم لا يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية ننسيها ناتي بخير بها أو مثلها ألم تر أن الله على كل شيء قدير ألم تر أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وكثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فخذوا واصبروا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون ومن ظلم ممن بنى مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الى خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى بينما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم من قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم أهم الذي جاء من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جاء
شان البيت مدافة للناس وأمن وتخلوا بمقام إبراهيم مصلى. وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهيرا بزيار الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا من الرزق له من الثمرات منا من منه بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا إلا وأنتم مسلمون أكنتم شهداء. حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا تولوا بينما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله
من الله ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان